حس هيك فيه شيء يجذبك لتاكل بعد. شكرا. عن جد انه اطيب كنافه دقت لحد الان في لبنان هون. اسمعوا لي الصوت. الحلو بده مكان حلو. السلام عليكم. اليوم الفيديو مختلف ومميز. اليوم راح نعرفكم على سلسلة من مطاعم بيروت. نتعرف على الأكلات الشعبية، على الأكلات الشهيرة، نتعرف شو فينا ناكل هون بلبنان. أولا راح نبدأ بالإفطار. الإفطار بلبنان اسمه ترويقة. ترويقة راح نبدأ بالفول والحمص والفتة والفتة بلحم والأورمة. مطعم السوسة عمره أكثر من 120 سنة، مطعم أكله لذيذ. فإذا بدي أحكي عن تاريخه ممكن ساعة ساعتين ما خلص. فيلا لنبدأ بالإفطار. عندنا الفتة، عندنا نوعين فتة، فتة عادية وفتة بلحم. طعم جدا رهيب. حس هيك فيه شيء يجذبك لتاكل بعد. مبسوطين هيك؟ كله منيح؟ 100%. صحتين والف عافيه. شكرا. اهلا وسهلا. عندنا الحمص. التفاح والليمون اشيلها هيدي لحد ما تعالكم. حتى لذيذة جدا، البهارات الزيت كله متكامل مع بعضه. قطعة خبز، نعناع، ننطيها واحدة بالكبدة. الكبدة رهيبة، طعمتها رهيبة ما عليها أي حكي. نعناع، نجيب صحن الفول نعبيها هيك. ما بداعي للحكي، الطعم 100%. أبو محمد شكرا لك، أكلك لذيذ. شكرا شكرا شكرا. شكرا لكم وضيافتكم. يميت أهلا وسهلا فيكم. مشكورين. أهلا وسهلا. انتهت جولتنا بأول مطعم. أكله لذيذ، أسعاره مقبولة. يعني الصحن ما يغارب، الفول ما يغارب 50,000، يعني شي دولار ونص. الفتة كمان نفس السعر، فأسعاره جدا مقبولة. والمحل بوسط بيروت، أي تاكسي تسأله مطعم السوسة راح يوصلك لعنده. يلا على المطعم اللي بعده والترويقة اللي بعده. منعيش هون الأكلة الشعبية الشهيرة، جبنة، زعتر، لحمة. نبدأ بالزعتر. الزعتر لذيذة. هون عندنا جبنة. الجبنة كمان لذيذة. عندنا اللحمة. اللحمة كمان لذيذة. هاي الأكلة الشعبية الأكثر هون انتشارا في لبنان. أسعار رخيصة، أكلة لذيذة. إفطار رقم 3 الكنافة. يلا حلويات هيك، واحدة كنافة عزوة. لا شو صار؟ رجع اليوم شو صاير؟ شو صار؟ لكم ما شاء الله كنافة رهيبة. Okay.
يا عين طعمه رهيبة حلو مش كتير، فطعمتها مقبولة فيك تأكلها كلها. عن جد انه اطيب كنافة دقت لحد الان في لبنان هون. كنافة جدا جدا لذيذة، نكهتها الحلا كله مدروس، يعني عاملينه بطريقة رهيبة بدك تأكلها وما بتشبع منها. نحن منطقتنا بيروت طريق جديد سحرة وشكير، ميت أهلا وسهلا شرفتونا. شكرا شكرا. بالنسبة للكنافة كان سعرها 75,000 يعني ما يقارب دولارين. وصلنا المطعم، لكن مطعم مانو ازدحام شديد في كثافة ناس، فأكيد كثافة الناس لأنه أكله طيب وحلال، فأطلبنا رح نطلب واحدة شاورما سجق لنجربها. سندويشة السجق هي عبارة عن لحم بقر لكن يحطوا له بهارات يصير لونه حمراء، والبهارات اسم البهارات سجق لهيك صارت سجق. سلام. سعر السندويشة 125,000 يعني ما يقارب 3 دولار. عنوان المحل برج حمود، اي مكان اي شخص ببرج حمود او على اللوكيشن مطعم مانو اتصل لباب المطعم. هلا وصلنا هذا المطعم الطريق الجديده لنجرب الفروج على القاز. هاي النص فروجة مع البيبسي مع البطاطا مع الثوم، سعره 140,000. بالنسبة للطعم يعني مش سيئة ومش منيح، مقبول يعني فيك تأكله ومن أحلى ما يكون، طعمتها لذيذة لكن في ألذ. هلا انتهت رحلتنا بهذا المطعم، يلا على المطعم البعد. طلبت الفلافل اللبنانية. الفلافل اللبنانية كنا نعرفها أكيد، هي عبارة عن خبزة أول شيء يحط الفلافل، بعدين الكبيس هون يعني تقريبا هي نفس الفلافل السورية بس هون يمكن اختلاف النعناع، فهلأ راح ندوقها ونقيمها. بسم الله. صراحة السندويشة لذيذة والمنطيها لذة أكثر، النعناع مخلين فيها نعناع منطي نكهة جدا لذيذة. صراحة أنا قيمها 9/10. المطعم أسعاره جدا رخيصة، 25,000 السندويشة والكبيرة ب30,000، فأنا أنصح بهذا المطعم وأكله جدا لذيذ، وأكل الفقراء جدا دائما معروف لذيذ. رح ننتقل على الحلو. في محل حلو جدا مشهور اسمه الحلباوي على صخرة الروشة. ليكو ما شاء الله المحل كبير، فيه شو يخطر عبالك فيه حلو. رح نطلب 3 أنواع. الحلو بده مكان حلو. طلبنا هاو مفروكة خضرة مد بالقشطة مد بالتمر، لندوقن ونقيمن. بسم الله. طعمة لذيذة جدا، مد بالتمر. كمان لذيذة، مد بالقشطة. صراحة الأسعار شوي عنده شوي غالية، يعني نوعا ما مش غالية شي كتير، لكن يعني وسط إلى مرتفعة قليلة. كهتهم مقبولة هون 10/10، هاو عاديين. بعد الحلو صار بدك تمشايا بهالمكان الحلو، الرملة البيضة، ليكو غروب الشمس ما اجمله. هلا بعد يومنا الطويل بالاكل جينا لهذا محل العصير، محل السواس، محل قديم، رح نجرب العصير عنده. طلبت كوكتيل شقف، نجربه ونختم هون حلقتنا.
نكهة مية مية. وهون راح انهي معكم رحلتنا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا المطاعم اللي زرناها، استفدتوا منها، حاولت اقيم لكم اياها، افيدكم بالاسعار. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. كالعادة لا تنسونا بلايك واشتركم بالقناة، وسلام.